تعملون خبير. قد ألمنا أشد الألم ما حدث بداخل الحرم الجامعي عصر يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير من التغول المفرط من الأجهزة الأمنية على زمرة من أساتذة وموظفي وعاملي وعاملات الجامعة والطلاب على السواء. الذي حدث هو أن مجموعة من الأجهزة الأمنية قد اقتحمت حرم الجامعة وأعملت ضربا في كل من تواجد داخل الحرم الجامعي وغيرها غير مراعين لأخلاق ولا لقيم، وذلك البوصرة في ذهنية الإدارات الأمنية، وأن تعامل الأجهزة الأمنية ومنسوبيها مع هذا الموقف لا يمثل إلا إمعان هذه المؤسسات في استخدام القوة الغير مبررة وقلة الأبعاد العقلية لديهم. من المعروف أن كل الأمم تحافظ على حرمة مؤسساتها التعليمية، ونحن إذ ندين هذا الفعل، ونحن وأقرر أن ندين مثل هذا الفعل غير اللائق في مؤسسة مؤسسات التعليم الرفيعة والمقدرة عالميا والمعترف بها عالميا في هذا الوطن الحبيب. نشدد على حرمة المؤسسات التعليمية وقدسيتها، وبهذا البيان نطالب بالآتي: إضراب الأساتذة عن مزاولة أي نشاط تعليمي بالجامعة، إغلاق الجامعة إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد. نعم. نناشد إدارة الجامعة بالتقصي وإجراء اللازم فيما حدث على أوجه السرعة. نطالب السلطات المختصة بالإفراج فورا، وأقرر فورا من داخل الحرم الجامعي، والله من وراء القصد، أساتذة وموظفي وعاملي وحرس جامعي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا.